أهلا بكم على قناة الجزيرة. تداول ناشطون في مواقع التواصل تسجيل صوتي يظهر تآمر وزير خارجية عمان يوسف بن علوي والقذافي على السعودية، وكشفنا التسجيل الصوتي المسرب عن قيام الرئيس الليبي معمر القذافي بالتآمر على المملكة وأمنها واستقرارها ومحاولة تقسيمها. سلمني على السلطان الكثير، يعني يشكرك على استقبالك لسعيد حفيانة والحديث الذي جرى. يعني الوضع راه بالنسبة للمنطقة والأمة العربية والإسلام وضع جد خطير. يعني الأمور ليست كما كانت، يعني في خريطة جديدة للعالم، وفي تحالفات جديدة، وفي حسابات جديدة، استراتيجية جديدة، وفي عولمة، وفي تحديات، وفي يعني كل القوالب الأولى انتهت. والأمريكان اللي عند الآن قادرين يشكلوا حد كبير تحالفات هذية وخريطة العالم. بالنسبة لعائلة سعود هذه خلاص، يعني يجب عدم التفكير فيها، هذه منتهية ومعاش كركرها معنا أبدا، لأن كركرتنا ليها بتضرنا. يعني واحد شايل جنازة كركر فيها طول عمره، هذه لازم تنتهي. يعني أم الجزيرة العربية وبيت الله وقبر الرسول والإسلام وآثاره والأمة الإسلامية أهم من عائلة سعود وأهم من ألف عائلة سعود. هذا أمر لازم نتفقوا عليه. ونحسن الحظ أن الأعداء اللي نعتبروهم أعداء وكانوا يحموا فيها هم الآن أصبح في تقاطع بيننا وبينها واللقاء فيها. الأمريكان أن نشوف في أعضاء الكونغرس الأمريكي، ونشوف في أعضاء الخارجية ويجون، يعني حتى من السياحية حين يجي وفد رفيع وبعدين يقول والله بنسلموا عليه فلان والله عليه، يقول في هاي يقول في هذيك، خاصة على الكونغرس. كل ما تجي مجموعة من الكونغرس يجي يمر عليه يسلم عليه. هؤلاء يعني هم كلهم يقولوا احنا بالنسبة للسعودية نكون فهموكم هي مسألة البحث عن البديل فقط. أما العائلة هذه يقولوا هم باللغة بتاعهم يقولوا اكسبايرد خلاص، يعني عائلة تعدورهم لأن هي ما تقدرش تخدمنا ولا تقدر تعملنا شيء. يعني هي منتهية، لأن هذه عائلة وجودها بيشكل خطر علينا، بيشكل خطر على أمريكا، وشكل خطر على السلام كما يقولوا هم. فهم مقررين ويبقوا يفهمون، يعني كنا أن أمريكا تبحث عن البديل فقط. بالنسبة للديمقراطيين يقولوا لو كان نجح كيري كنا حنمسح السعودية. أنا إحنا الحقيقة نقول ما سمعوا جيش أمريكي يدخل السعودية زي العراق، إحنا ضد، يديروا لنا حرب تدمير واحد إحنا ضد. لكن تشجعوا شعوب الجزيرة العربية على الاستقلال زي ما شجعتوا شعوب الاتحاد السوفيتي أو شعوب يوغوسلافيا أو تشيكوسلوفاكيا اللي انقسمت دولتين، هذا 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 إحنا يعني نرحب به. إنكم أنتم تشجعوا الحجاز إن هي تستقل تطلع منها الوهابية، هم فرحانين يقول كده استقلت الحجاز وخرجت الوهابية، معناها ما عادش فيه دعاة وهابيين يبقوا متربصين بالحجيج. معلوم. فهذه الدعوة يعني السلمية هذه هي قلنا احنا يعني انتم تشجعوا استقلال الحجاز، استقلال النجد، استقلال الاحساء، يعني دولة شيعية، حجاز دولة هاشمية، النجد دولة ما شاف يشمروا للقبائل هاي، وعسير ونجران هذه يمنية ومحتلة غيرها، وهذه إسماعيلية وزيدية مذهبة ماهوش وهابي. هم الأمريكان يقول يعني كويس مدام الوهابية مفروضة فرض على هؤلاء الناس، صار هذه الشيعة هذا الحساء شيعة كويس مدام شيعة، يعني هذا مش خطر علينا. هذه الحجاز إذا استقلت خلاص ما عادش تصبح وهابية، عسير ونجران وجزان هذه إسماعيلية وزيدية زن ماهيش وهابية. إيه هم يعني داني حتى خريطة في كتاب يعني طبعاً. نعم. عملي عليه خريطة السعودية كيف تتقسم إلى كم دولة. على أي حال إحنا بالأمريكان ودونهم، بالنسبة لنا إحنا كعرب وكمسلمين بعد 70 سنة من البلوى هذه اللي اسمها العائلة السعودية، يعني ما عادش نتحمل هذا الحقيقة. وهذه معركة تاريخية وفاصلة يجب نساهم فيها بطريقة أو بأخرى. يعني أنا نعرف موقفكم ونعرف موقف السعوديين منكم، ونعرف ما في القلوب والحاجات الخارجية هذه مجرد مجاملة وواحد عارفين. نعم. كلها
اليمن نفس الشيء يتحفز للانقضاض على اليمن الجيعان، يتحفز انه ينقض على البترول والقصور اللي يعني بالدولار، ويعمل الاردنيين والمصريين والعلويين في المغرب، وهذم كلهم يعملوا يبلغوا في القطريين طبعا بصوره بارزه، هذم كلهم يبلغوا في الامريكان ان هم يقولوا لهم احنا نرحب بزوال السعودية وتفكيكها وتكون دول متقاربة في الحجم في الجزيرة العربية، يبدأ في توازن واستقرار، حتى البترول يتقسم على كم دولة، ما يكونش عند دولة واحدة وعند عائلة واحدة. يعني بدنا يعني برا عمان حتى هي نفس الشيء، لازم يفهموا شيء ما فهمتهمش لازم يفهموا الأمريكان، هم يقولوا لهم احنا دخول جيوش أمريكية للجزيرة هذا ضد انكم تدمروا السعودية تدمير زي العراق، احنا ضدها عشان، لكن ان كنتم تشجعوا هالشعوب ان هي قرر مصيرها تستقل هذا حل رحب، ممكن تنهوا المملكة هذه بطريقة سلمية وتتفكك سلميا زي ما تفكك الاتحاد السوفيتي بدون حرب، هذا الشيء احنا نرحب به. مش الامريكان يعني يزيدوا تشجعوا يعيدوا زي سعد الفقيه والله يعيدوا اي مصلحة اخرى واي حركة اخرى يعيدوه، يقولوا ما دام العرب كلهم متفقين على العائلة هذه اذا احنا شو، واحنا يعني نقول لك احنا نشترك في نشترك معاهم افضل من هم يعملوا عمل بروحهم ويجي الدور علينا. يعني مثلا افرض ان الامريكان عملوا بنفرضهم ضد العائله السعوديه، وبعدين فكروا في 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 عمان مثلا، ولا فكروا في الكويت، ولا شو نقول لهم؟ هم في النهايه يقولوا احنا هذه خطتنا مشينا صفينا حسابنا، هذا جاي من صفحه هذه، لكن احنا نشترك معاهم، لا احنا متفقين ان هذا ينتهي، هذا خطر علينا كلنا، بالمقابل ان احنا ضد اصدقاء وما فيش عدوان علينا ويجيش حد جاك الدور ما جاك الدور. وهذه مهمه، يعني احنا لازم علشان نحن انفسنا امام العاصفه هذه اللي جايه، احنا لازم نركب الموجه، نركب الموجه ما دام هي في صالحنا. الان فيه عدو ثانوي وعدو استراتيجي، ممكن الامريكان واليهود والنصارى يعني عدو استراتيجي في النهايه، لكن في عدو ثانوي زي العائله السعوديه، هذه الغمه لازم تنتهي. وما دام العدو الاستراتيجي بيجي معانا ضد العدو الثانوي، ليش نفرط فيه؟ وهذه يعني انتم عندكم طبعا من الخبره وشيء الدرعيه، ما حدش يكلم الله ينظموا لهم، ولا واحد يحاسبهم ولا يحاكمهم ولا يعملوا حاجه، يرجعوا الدرعيه يقعدوا فيها ويخلوا أرض العرب للعرب وبترول العرب للعرب. ويعني أرجو هذه الأشياء يعني طبعا تكون سرية بين في شكل، ولكن لازم يكونوا جادين، يعني لازم يكونوا جادين، مش حتنشجع الأمريكان، الأمريكان يبحثوا عن بديل، عم نشجعهم بديل ما يكون موجود، يعني كيف يكون موجود؟ أنتم أقدر عليه معرفة البديل، أنتم عندكم اتصال بالقبائل العربية اللي داخل، نعم. بقبيلة شمر، شمر كانت عندها دولة حايل، إمارة شمر هذه وعاصمتها حايل، هذا اللي طالع في العراق وفي الواحدة الجربة، هذا من زعماء قبيلة شمر، نعم. أنتم أقدر اتصال بهم، القبيلة مش عارف من الشعلان، وقبيلة من عنزة، وقبيلة يعني معروفين، في زعامات أنتم تعرفوها. وعلى الرشيد هذا كلهم تتصلوا بهم وتخلوهم يتصلوا بالطرف الآخر، تعرفوهم عليهم، مش يحصل تغيير، يعني عربي كله، عرب كلهم، مش عشان سعود احنا فرط في الدنيا وفي الآخرة. شو سعود مساح ديننا، مساح آثاره، مساح كل شيء، وحول إلى موسم سياحي، موسم سياحي الحج عندهم، وفاسقين وكافرين هم اللي يجب ما يقتربوش من، هم النجس اللي يجب ما يقربوا مسجد الحرام، هم النجس. على كل حال يعني أنا كل شيء يأتي في وقته، طبعاً أنا كل شيء يأتي في وقته، و يعني مثل ما تفضلت وإحنا أيضا نسمع يعني من جماعة هذولا، وفي شواهد وظواهر كثيرة الآن بتبان، يعني بتبان، بس ربما المسألة يعني فيها محتاجة بعض الوقت. نعتقد إنه المحرك الكبير اللي بيكون خلال 4 سنين 5 سنين القادمة لا يبدأ من طهران. تعتقد يعني طهران كانت تأثر على، لكن هو هذا شيء يعني مش عارف كيف إحنا العرب
هل في مصلحتنا تغيير يأتي بالطريقة دي ولا مش مصلحتنا؟ يعني هو طبعا السلم أفضل، ولكن الأمور بتتفاعل بشكل كبير، وهم في الرياض الآن يعني الخوف الكبير من هذا الوضع. نعم، من هذا الوضع، ولذلك هم يقدروا عدد المقاتلين في العراق من السعودية بأربعة آلاف. هذا من السعودية خلف السعودية فقط. وهذا اللي يزعج الأمريكان، يبغوا يجفف النبع هذا. أي، لكن إذا تجفف العراق أين سيذهبون؟ أي. ولكن يظل مثلا مثل اليمن مؤثر في الأحداث السعودية، لكن بسبب المشاكل اللي عندهم، بسبب الحاجة، وبسبب الأوضاع اللي عندهم مختلفين فيما بينهم، تجعل تأثيرهم بسيط يعني محدود، ما إلى هناك. وأخواننا في الخليج تعرف يعني دول صغيرة، وتأثيرها أيضا إلى حد ما محدود، باستثناء الإخوان الشيخ حمد بن خليفة، رجل قسور، رجل قسور يعني، وهذا عطيته يعني هذه المكانة يعني. أي، لكن والأمريكان لا شك أن عندهم خطة. الأمريكان عندهم حاجتين، حاجة إنه يعني هم شو، أنا حتى كنت في واشنطن يعني قبل حوالي 3 أسابيع، وفي البيت الأبيض يتحدثون مثل ما أنت تحدثت، إنه هذول كلهم فوق 80 سنة عمر، حتى وصفوهم ب يعني القيادة السوفيتية السابقة. فما لابد أن في شيء يدير في ذهنهم، فشيء ربما بيحصل. يعني صحيح إنه اللي صار في العراق كان كارثة كبيرة على أهل العراق وكارثة على العرب، لكن كما يقول مثل رب ضارة النفع. نعم، فكلامكم في الصواب، يعني كلامكم هو الذي ينبغي أن يكون. ولو هم عرفوا على أنفسهم وتبنوا خط آخر كان أمر آخر، ولكن الرسالة ذكرتكم إياها خلقت نوع من توجس عند الأمريكان. يعني أنتم تذكرون يعني كيف راح شاه إيران لما قال أنه يبغى يسوي الدولة الرابعة، وصاحبه وصديقه، ولكن رتبوا له أمور وانتهى في 6 شهور. بدأت بانقطاع الكهرباء في طهران، يعني صاروا ما يعطوا قطع غيار من الكهرباء، وصارت قطاع الغيار ما شيء، توقفت بعض المصانع وماشي معاشات وقور، وخرجوا الناس في مظاهرات، وفي خلال شهر أصبح الشاه هذا القوة الغريبة البعبع أصبح ضيف عند الله يرحمه الرئيس السادات. حتى الأمريكان ما قبلوه، ما قبلوه، قاعد يحوم، ما قبلوه، هو مريض. إيه. يعني ما قبلوه حتى يعطوه دواء. أشوف وهو مريض. فالأمور في بعض الأمور يعني فيها أشياء رب العالمين يجعلها تمشي وكأنها يعني كذا جاءت بالصدفة، وهي لا، مخططة في